الكلب اللي قدامنا دلوقتي ده، او بمعنى ادق بقى انثى الكلب اللي قدامنا دلوقتي، هي اسمها الكلبة مولي. مولي في الوقت ده كانت حامل والمفروض انها هتخلف كذا جرو قريب. مولي هي انتاية لطيفة وبتحب تلعب مع اصحابها ومع كل الناس، ومش مؤذية باي نوع من الانواع ابدا. وفي الوقت اللي الكل كان مستني فيه مولي انها تخلف، بتحصل حاجة مرعبة جدا. ولا مرعبة ولا حاجة صديق الانسان، ما تخدش، انا بس بعمل لك سسبنس. هي خلفت عادي جدا، لكن للأسف كل الجراء بتوع مولي ماتوا او اتولدوا ميتين. والحادثة دي تسببت في نوبة من الاكتئاب الشديد لمولي، اللي بتنام على الارض وبترفض انها تاكل او تشرب، لانها خلاص عرفت انها مش هتشوف اولادها اللي ماتوا. في الوقت ده بقى اصحاب مولي بيقولوا انهم حاولوا يساعدوها بكل الطرق الممكنة، لكن مفيش فايدة، هي مكتئبة وحزينة طول اليوم. لحد ما في يوم مولي بتخرج من الجنينة بره البيت وبتغيب ساعتين، وبعدها بترجع للبيت من تاني. لكن مولي لما رجعت ما كانتش لوحدها، وكانت شايلة على ظهرها حيوان كيوت وقمر. من النظرة الاولى كده من بعيد اصحاب مولي كانوا متفاجئين جدا، وفي البداية ما كانوش عارفين ايه اللي هي جايباه من الشارع معاها ده على ظهرها. لكن اول ما قربت منهم عرفوا ان الحيوان الصغير ده من الثدييات، وهو حيوان الابوسم اللطيف. مولي قررت انها هتشيله وترجع بيه معاها للمزرعة اللي عايشة فيها، وان ده ممكن يخرجها من الاوت اوف مود اللي دخلت فيه. وفعلا اصحاب مولي بيقرروا انهم ما يتدخلوش ابدا في العلاقة اللي بينها وبين الابوسم، ومولي تعمل اللي يعجبها خلاص بدل ما تروح مننا بسبب الاكتئاب الله يخرب بيته. وسبحان الله العظيم، بنشوف الكلب هنا وهو بيلاقي شريك ليه من نوع تاني خالص، وهو نوع الابوسم. وبتقرر مولي انها هتعتني بيه وتربيه كأنه ابنها، بدل اولادها اللي ماتوا وملحقتش عيني تتهنى بيهم او حتى تشوفهم. الكلبة دي كان عندها فراغ عاطفي كان ممكن يتسبب فعلا في موتها، لحد ما ربنا بعت لها الطفل الصغير ده علشان يملى لها الفراغ ده وترجع طبيعية من تاني. والابوسهم دايما متعود انه ينام على ظهر مولي، واصحاب مولي قالوا ان الاتنين دول ما بينفصلوش عن بعض ابدا، الحب والاهتمام مطلوب حتى بين الحيوانات، ومولي والابوسهم كانوا بيدوا لبعض. ومولي بترجع من تاني تهزر بقى وتلعب وتجري وتتنطط، وكأن الابوسهم انقذها من الاكتئاب. والاتنين بيمشوا مع بعض الوقت طويل، وبيقضوا يومهم مع بعض من غير ما يفترقوا، وبيلعبوا ويهزروا ويعضوا بعض ويناموا في حضن بعض، وحاجة اخر حب وحنان. ولما الابوسهم بيطلع فوق الشجرة، مولي بتفضل واقفة له تحت ومستنياه كأنه فعلا ابنها علشان تطمن عليه. ومولي مبسوطة والابوسهم مبسوط، واصحاب مولي مبسوطين، وانا وانت صديق الانسان كمان دلوقتي بقينا مبسوطين، الحمد لله على نعمة الحب ونعمه الكتير اللي غرقانين فيها.